السلام عليكم إخواني الأعزاء، مرحبا بكم مرة أخرى على قناة علي تي في ماروك في حلقة جديدة من برنامج مسار طائر. الإخوان كما شفتوا في الحلقة الأولى، فهذا البرنامج هذا فهو برنامج يعني كيعود على واحد المسار ديال واحد الطائر اللي بصم البصمة ديالو في الساحة الوطنية المغربية، وكذلك أنه منتوج مغربي. فالإخوان كما شفتوا الحلقة الأولى فهو كان عن طائر ديال الأمين جنان. ففي هذه الحلقة غادي نتكلم على واحد الطائر اللي اختاريته من الطيور اللي نهضر عليهم في هذه الحلقة الثانية، وهو طائر ديال نبيل الفيد الحكم الوطني ديالنا اللي الجميع كيعرفوه غني على التعريف. فالإخوان هذا الطائر هذا فهو اختاريته من بين الأرشيف ديال نبيل الفيد. ف ما عنديش يعني ما كاينش شي مانع اللي يمنعني باش ما ننشرهمش بطريقه جديده. فهاد الطريقه هو انني كنعاود يعني واحد يعني المسار ديال هاد الطائر طريقه بسيطه وسهله. فالاخوان هاد الطائر هذا اولا فهو ماشي ديال نبيل الفيد، يعني مش راش نبيل الفيد يعني قريع من القريعه او صيدو او فهو شي حاجه من هذا القبيل، ولكن هذا الطائر هذا فهو ديال صاحبه محمد الحلال. فهذا الطائر هذا نورمالمون بدا الحفظ ديال التغريد عند محمد الحلال المولوع ديالنا الغني على التعريف كذلك. فكما كيعرف الجميع فنبيل دائما الويكند كيدوزو تقريبا في مدينه الجديده وكيزور الاصدقاء ديالنا تما. فكان معاه يوسف بوحديوي المولوع اللي في المحمديه اللي كنسلم عليه هذا المنبر المولوع ديالنا. فكانوا بجوج تما ومشاو زاروا محمد الحلاب في هذه اللحظه هذه. فلقاو عنده هالطوير يعني في المرحله ديال انه بدا كيسمي الكلام وديجا حمر. فلقاو عنده هذا الطوير هذا، فنبيل سولو شحال عنده، قال لي عنده 6 شهور، يعني دوز عند محمد الحلاب 6 شهور. ولكن محمد الحلاب ما هو غريب قال لهم اودي انا طويه راه ما عاجبنيش بزاف حيت جايب واحد لافينيسيون ما عاجبانيش. فنبيل مع نبيل الفيل داكشي اللي في قلبه ولا داكشي اللي حس بيه في قلب داك الطائر قال ليه ناخذو من عندك، حس بيه قال لي بحبو بغا عجبو هكاك قال ليه ناخذو من عندك. اما انا مغمضه قضيه رمانه مغمضه كما كنقولوا حنا ماشي سهله باش تاخذ الطائر رمانه مغمضه، صافي دير باقي ما عرفتيش غادي مقاد او غادي يعواج. فهنايا هنا فاش كيبان لك المولوع كيحس بشي حاجه، وانت كذلك الا كان نيتك مزيانه وقلبك مزيان داكشي وباغي تغامر وكتامن بالخسران بحال اللي كتامن بالربح، فقول بسم الله وتكل على الله لان كلشي ديال الله سبحانه وتعالى. حتى من كما قال لي وهذا الكلام اللي كنقول لكم من على لسان نبيل الفيل، حتى من يوسف بوحديوي فهو تستغرب ديك التغامره ديال نبيل في هذيك اللحظه ديال داك الطائر في هذاك لاش ديال داك الطائر داك الشكل ديال التبجغ ديال داك الطائر. فنبيل كانت يوم الجمعه تفاهم هو ومحمد الحلاب تفاهموا على الثمن، مع الاسف من حقه نبيل انه فض باش نقول الثمن يعني من حقه. تفاهموا خدا الطويره ديك الجمعه وقيل باتوا في جديده نهار الجمعه وشدوا الطريق للعونات للبلاد ديال نبيل. فكاينه جمعيه تما وكاين موالي تصنتوا عاوتاني الطويره، فدازت بيناتهم نقاشات. فنبيل دائما كان مآمن بقدرات هذاك الطائر لحد رجع لسميتو المنزل ديالو للدار البيضاء. الدار البيضاء بقى واحد السيمانه او جوج سيمانات الطائر دخل ليه البداله، ربما مع تغيير الكليما وتغيير المدينه والتحرك والسفر فتغير يعني دخل البداله. فصبر عليه نبي صبر عليه واحد المده حتى خرج من البداله، وملي خرج البداله جا كيتكلم عفوا صافي وضح كلامه. كاين لي تسجيلات، صيفط التسجيل الاول ليوسف بوحديوي ثم صيفط التسجيل لسميتو لمحمد الحلاب. فبجوجهم كما قال لي نبيل
ما عرفوش الطائرة، تفاجؤوا بما سمعوه من قمقوم من قمقوم الطائر كما كنقولوا، فالمقنين فهي لغز. فتفاجؤوا سبحان الله، عطى يعني خرج التغيد مزيان داك الشيء يعني طوب. ف بعد في هذوك الاوقات في هذيك الوقت جاء عاوتاني تصنت ليه، تصنتوا ليه بعض الاصدقاء ديال نبيل اللي يعني الاصدقاء اللي قراب ليه وعندو مستوى حتى هو مزيان في الولاعه، كمحمد مصطفى الكويكل، محمود المعارف، ورشيد حدومي على ما اظن. فاكدوا لي زادوا اكدوا لي عند الطائره عنده يعني قدرات ديالو، حيت الا قلت لك الطائر عنده قدرات ديالو ولا كنهضر عليه بزاف ما كنقوليش لكم شي حاجه فينو ولا شي، لا غير المستوى العام، المستوى العام سواء في السلبيات او ما في السلبيات فالكمال لله. فبداو مراحل ديال الكونكورات. فنبيل كما كيعرف عليه الجميع انه انسان نشيط كيحب ان يشارك في الكونكورات، فشارك به في الكونكورات. ونبيل الا ما كانش مشارك في كونكور كيكون حكم، ما كانش حكم كيكون من المشاركين او المساعدين في تنظيم المباراه، فبرافو عليه من هذه الناحيه هذه وكنشكروا عليها. فبدا كيشارك به سميتو، ففاز ليه بالمرتبه الاولى في الكونكور ديالنا ديال المعارف ديال الجمعيه ديالنا المعارف، ثم فاز ب 93 نقطة، ثم فاز بالكونكور الثاني اللي كنظن على حساب نبيل قال لي ديال الجمعية ديال مزاكان ديال الأخ ديالنا مجيد ربوح، ثم المرتبة الثانية في كونكور ثاني في الجديدة، ثم مراتب أخرى اللي نبيل نسى عليها، ولكن تلقيت اللي عطاني كان ديما كيلعب بين 107 198 90 بحال 90 107 108، فتبارك الله كان طائر مزيان. وكانت كتشارك به البنيه ديالو اللي هي مريم، كانت صغيره ديك الساعه باقي نعقل عليها، الحمد لله دابا راه كدير الميدسين الله يكمل عليها بخير. فكان هذاك الطائر كيتسمى بسميتها ديالها، ما يحيدوا لها حتى واحد. فغريب الامر عاوتاني هو ان الطائر ملي كمل اربع سنين عند نبيل او خمس سنين، تفاجئ نبيل بعض التغريد التي اضافها هذا الطائر من الريبيرتوار ديالو. فاستغرب هو هادو التغايد ما عندوش تركيبه اللي عطاه محمد الحلاب، كما كيف ما قال لي محمد الحلاب هي ديال داريو. فاتصل بمحمد الحلاب قال له ودي الطائر خرج لي بتغايد اخرى بالبليبيات وحنين جداد وواحد كاسكابي اللي معروف بها ولا بيبليوس كاسكابي هادو ما عقلتش. قال لي محمد الحلاب ودي ما عندي ما نقول لك، هذا التركيبه ديال داريو اللي عطيتها لي، ولكن هناك شيء اخر ان عندي مساتين اللي حافظين على تراكب اخرين، ربما انه عاد جبد شي تغاريد اللي سمعها من المسات الاخرين. المهم هادشي كيوقع، والله هادشي يعني كيوقع بزاف. على كل حال فهذاك الطائر بقى حتى 2021 2021 يعني التغيير ديال الحياه ديال الطائر تغير يعني 90 يعني لونغ ديال 360. علاش؟ لان هنا غادي يحظى واحد مولوع بلجيكا، غيجي عند نبيل غيطلب ليه شي طويو غيجيب ليه دي كادو وداكشي. فنبيل ملي دق عليه بابو ما قدر يقول ليه والو، قال لي عندي طائر واحد اللي هو كنشارك به اللي ديال هو ديال بنتي ولكن نبيعو لك. فتفاهموا في البيع، بطبيعة الحال نبيل ما بغاش يقول لي الاسم ديال المولوع اللي شرا في بلجيكا وما بغاش يقول لي الثمن، هادشي كله حقوق حتى المولوع ما بغاش الاسم ديالو يتجبد. فالطائر باقي عايش في بلجيكا رغم ان نبيل قال لي اهبط في النيفو ديالو لان مع لاج، ثانيا مع الجو تبدل عليه هنا سخون، وكذلك نبيل كان كيحطو قال لي كان كيحطو دائما حطو في باركون ليل ونهار وشتاء وبرد وصيف، اذا الطائر تغير ليه الجو ديالو. فالطائر باقي في بلجيكا حي دابا عندو قلا 6 سنين ولا 7 سنين. فاش غادي نقول لكم انا نخليكم قبل ما نخليكم غنقول لكم سمعوا الطائر وحكموا عليه نتوما الراي ديالكم نتوما، يعني الراي الفني او التقني في التغيير ديالو ولا في المستوى ديالو ولا في يعني في الريبيرتوار ديالو، فيبقى لكم نتوما راي، ما غاديش نحكم عليه انا وما غيحكمش عليه نبيل. غير كيف انا ديجا درت عليه واحد التعليق طويل على 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 لاباج ديال او القناه، على درت عليه تعليق طويل في القناه ديال نبيل هذه واحد المده عامين او ثلاث سنين. فنخليكم مع
طائر تسمعوا ليه. وكنشكر نبيل وكنشكر جميع الممالية لمشاهدة هذه الحلقة، وشكرا لكم، إلى الحلقة القادمة إن شاء الله.